في المستقبل القريب المظلم البائس وبعد تغيرات مناخية صعبة جدا، الكرة الأرضية بتتحول لمكعب تاني. مفيش حد عايش، المدن باظت، كل حاجة باظت إلا حاجة واحدة بس، مكان واحد بس الناس لسه عايشة فيه تحت الأرض. هل عايشين في ناطحة سحاب؟ لا، المكان ده قطر. قطر بيتحرك 24 ساعة في ال 24 ساعة، ولو وقف القطر لحظة الحياة على الكرة الأرضية اللي هي الحياة على القطر ممكن تقف وممكن تذهب. القطر ده فيه أنواع كتير جدا من الراكبين، ناس معاها فلوس كتير قوي وطبقة متوسطة وطبقة فقيرة، بس لما يتكتب عليك ان انت تعيش على القطر ده كعبد تخدمه بس وملكش اي حقوق، ما عندكش اي اداة او اي قوة تغير بيها الموقف بتاعك، يا ترى ممكن تعمل ايه؟ Today's movie is Snowpiercer. سنوبيرسر من انتاج سنة 2013 ومن اخراج العبقري بونج جون هو اللي عمل لنا افلام زي بارازايت وزي ذا هوست، ومن بطولة كريس ايفنز والجميلة العبقرية الخطيرة اللذيذة التحفة اللي ما حصلتش تيلدا سوينتون. الفيلم من نوعية الاكشن او الساينس فيكشن، وبيحكي عن المستقبل القريب لما بيحصل تغيرات مناخية في كوكب الارض بتحول الكوكب كله لكتلة شديدة البرودة مليانة تلج ما فيهاش اي حياة، الناس مش قادرة ان هي تعيش فيها ما عدا حتة معينة قادرين لسه يعيشوا عليها ويكرييتوا زي ما تقول كده ايه كوكب جديد او حتة جديدة هم قادرين ان هم يعيشوا فيها كأنها الحياة الطبيعية. الناس بتتعرف على بعض وبتتجوز وبتربي اطفال وبيروحوا مدارس وبيزرعوا اكل وبيذبحوا حيوانات وبيربوا سمك وبيحضروا حفلات وبيعملوا كل حاجة ممكنة موجودة على القطر. القطر ده اللي بيتكون من 1001 عربية، القطر ده هو الحياة، هو الكوكب الجديد، هو الكوكب اللي ماشي جوه الكوكب. وزي ما هو كوكب زي الكوكب بتاعنا او زي الحياة الاجتماعية بتاعتنا، هي برضو فيها طبقات كتيرة جدا، فيها طبقة غنية جدا ونوفو ريتش، وفيها طبقة متوسطة، فيها طبقة فقيرة، وفيها طبقة أقل من الفقيرة، واللي هم ملهمش أي نوع من أنواع الحقوق. وهم بيركبوا القطر ده هم اشتروا التذكرة دي، والتذكرة دي كانت بدون فلوس في المقابل بتاعها إن هم كانوا يفضلوا عايشين، بس مجرد إن هم يفضلوا عايشين ويأكلوا ويشربوا يبقوا بينعموا بالجنة بتاعة القطر إن هم يفضلوا موجودين في الحياة يعني. بس ما كانوش يعرفوا طبعا إن الدنيا بعد كده هتبقى صعبة. وأنت بتفكر في الموضوع من بره، طب ما الدنيا جميلة هي ودمها خفيف، والبشرية نجحت إن هي بفضل التقدم العلمي ان هم يعملوا حاجه جميله جدا ان هم يوقفوا قصه فناء البشريه او الاكستنكشن بتاع الجنس البشري، هم قدروا ان هم يوقفوا الموضوع ده. فانت تفكر كده اللحظه، هو ايه اللي ممكن يحصل غلط في الموضوع ده؟ انا شايف ان كل حاجه كويسه، بس في الفيلم ده بيقول لك ايه اللي ممكن يحصل صح اصلا في الموضوع ده لما الكلام ده يبقى مصنوع عن طريق بني ادم هو اللي بيحط الشروط بتاعته، ما فيهوش القدر المعين من التنظيم او حتى العشوائيه المطلوبه عشان تخلي سيستم زي ده يبقى مشابه للكره الارضيه. الفيرست اكت من الموفي بي انتروديوس لينا على طول الحياه على القطر عاملة ازاي من وجهة نظر ابطال الفيلم اللي هم عايشين في طبقة المنتهية خالص اللي مش موجودة، البيزنس او البور اوف ذا بور، الناس اللي هي ملهاش حقوق ومش عارفة ان هي تعيش حياة ادمية، يعني حاجة صعبة جدا وحياة صعبة جدا، بس هو ده اللي هم اتفقوا عليه وهم طالعين القطر. بيوريك الناس دي وهي بتحاول ان هي تغير الاسلوب بتاع الحياة بتاعها، بتحاول ان هي تطالب بحقوق، بتحاول ان هي تكلم الناس المسؤولة تقول لهم ان احنا عايزين اكل افضل او ان احنا نترقى في المكان اللي احنا موجودين فيه. يعني هم قاعدين في اخر عربيات، وعشان القطر عامل زي المجتمع وهم في قاع المجتمع من الناحية المادية او الامكانيات الاجتماعية، هم حاطينهم في اخر عربيات في القطر خالص، والقطر بقى عامل زي الحياة ان انت كل ما تطلع عربيات لقدام كل ما تتسلق درجات اجتماعية او مادية او يبقى ليك مكانة مرموقة اكتر في المجتمع اللي هو القطر يعني. بس طبعا كأي عادة ناس مستضعفين جدا مش قادرين ان هم ياخدوا حقوقهم بيقرروا ان هم بيصوروا على الموضوع ده، وبيقرروا ان هم لا احنا لازم نادفانس ولازم ان احنا نتقدم في العربيات عشان ناخد حقوقنا، بس احنا عايزين بس نفهم احنا وضعنا هيبقى عامل ازاي، لازم ناخد حقوقنا بشكل او باخر يعني. والسكند اكت من الموفي بيوريك تداعيات الموقف اللي هم تبنوه او تداعيات الحركه اللي هم قرروا ان هم يعملوها، اللي هي احنا لازم يبقى لينا راي ويبقى لينا وقفه، وتداعيات الحركه دي ونتائج الثوره اللي هم عملوها دي، وان هم بيحاولوا ان هم يادفانسوا عربيه 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 لحد ما يوصلوا لقدام. دي كلها بتحصل في السكند اكت، وبتبدا بمشاهد مجنونه جدا وقتال مجنون جدا وكلاش شديد جدا ما بين القوات اللي موجوده لحفظ السلام او لحفظ الامن على القطر والناس اللي بيحاولوا ان هم يزعزعوا الامن من وجهه
نظر طبعا الناس اللي بيليدوا القطر يعني الناحية التانية. للوهلة الاولى تتخيل ان الفيلم ده معمول عن الناس، يعني عن الناس اللي موجودة جوه القطر. بس بعد فترة من ان انت بتشوف الفيلم ويمكن في السكند او الثيرد فيوينج بتاعت الفيلم، تكتشف ان الفيلم ده عن القطر نفسه، عن الترين نفسه، النيو وورلد اوردر او العالم الجديد اللي هم صنعوه بكل سياسته بكل قوانينه بكل حاجة، وبالانجن بتاعه اللي هم بيقولوا عليه السيكريد انجن. وهوفر عنده تحكم في السيكريد انجن ده هو عنده تحكم في العالم كله، او هو الاله بتاع القطر ده، وهو اللي يقدر يتحكم في مصاير الناس كلها، هو اللي يقول يمين وشمال، هو اللي ينقي ناس تعيش، هو اللي ينقي ناس تموت. ده بيحصل للي عنده التحكم في السيكريد انجن او الموتور المقدس اللي موجود على القطر ده، اللي هو سبب في وجود البشريه حاليا، هو السبب في ان الناس دي ما بتموتش حاليا. كل تفصيله في الفيلم معموله حلوه جدا جدا، السكريبت بالذات، وسيبك من كل حاجه تانية، السكريبت كل جمله بتعني شيء، لان انت فعلا القصه دي تحتها قصه تحتها قصه تحتها قصه. احد الافلام اللي فيها دبث عالي جدا، واللي انت ممكن تطلع منها بكذا قصه وبكذا نظريه، وممكن تتكلم مع الناس اللي بيشوفوا الفيلم ده، ويبقى كل واحد فيكم عنده وجهه نظر مختلفه عن التاني. ناس شايفه الموضوع سوداوي، ناس شايفه الموضوع حلو، وناس شايفه ان هو اتعمل فيه اخطاء معينه، وناس شايفه ان هو كله خطا وفي شويه حاجات صح. فعلا بيعمل ديبيت كتير جدا، كل تفصيله بتعني شيء، بالذات تفصيلات السكريبت. حتى التلج نفسه له معنى، يعني حتى التلج او ليه اخترنا ان يبقى فيه تلج ما يبقاش فيه مثلا ميه او درجه حراره عاليه او مش عارف ايه، لا حتى التلج له مغزى وله معنى معين في الفيلم زي ده. يمكن الحاجه اللي ما عجبتنيش في الفيلم او اللي هي كانت بتقفلني من الفيلم بنسبه كبيره يعني، هي السي جي اي في الفيلم. مش عارف ليه، انا مش عارف ليه، مش لاقي سبب، حتى لان السي جي اي في الفيلم ضعيف قوي. يعني في مشاهد معينه اللي فيها ايه تلج بيقع من بره ومش عارف ايه والكلام ده، واول قطر وهو من بره وكده، القطر طبعا طويل جدا، في القطر كله طبعا معمول سي جي اي، مفيش قطر بالطول ده في الحقيقه، فكان الجرافيك ضعيف، يعني السي جي اي كان ضعيف جدا. دي من الحاجات القليله اللي فعلا بعتبرها نقط ضعف في الفيلم ده. يعني القصه بالنسبه لي من القصص اللي اتعمل زيها بس مش اوريجينال زي القصه دي. يعني انا شفت حاجات شبه مثلا داي افتر تومورو ومش عارف ايه، او شفت حاجات برده بيبقى فيها العالم كله بيعيش تحت الارض ومش عارف ايه. يعني القصه دي ممكن تكون اتعملت قبل كده، ما هياش اوريجينال بنسبه 100%، بس فعلا ان هي تتعمل على قطر بالشروط بتاعه القطر بالطريقه اللي حصل البرزنتيشن بتاعه، هي قصه اصلا مكتوبه، اصلا قصه قديمه، ان هي تتنفذ على السكرين بالشكل ده، لا الصراحه الموضوع كان اوريجينال جدا وكان حلو جدا جدا. والجميل في موضوع القطر ان القطر دايما بيتحرك. يعني الناس اللي فاكره الافلام زي بتاعه ايه تحت الحصار، فاكرين بتاع ستيفن سيجال مثلا اندر سيج والكلام ده، الافلام اللي بتتعمل على قطر بشكل عام، اي فيلم بيتعمل على قطر انت بتبقى في حاله كده من الدنيا بتتحرك، يعني انت ايه الدنيا ما بتوقفش، فانت ممكن اي خطر يجي من بره القطر وممكن خطر بيجي من جوه القطر، فالدنيا بتبقى فيري انتنس، وانت مفيش لحظه راحه في الفيلم. يعني الفيلم كله من اول ما بينوا ان هم يعملوا الانقلاب ده او ان هم عايزين ناخد حقنا والكلام ده، مفيش لحظه راحه في الفيلم. وفيلم مش بس مسلي ومش بس الحته بتاعت ده قطر ده الموضوع لذيذ وده مخيف، لا انت لما بتوصل لنهايه الفيلم وتبدا تستعرض الاحداث اللي حصلت في الفيلم كلها بالطبقات بالتجربه اللي هم بيعدوا بيها، لا الموضوع له معنى، وله معنى كبير جدا، وله معنى اضمن لك ان هو بعيد عن اللي انت تخيلته. يعني شوف اللي انا بحكي فيه ده كله ما بيحرقش الفيلم، يعني ما بيحرقش المعنى بتاع الفيلم. والفيلم عشان خاطر متصور جوه قطر، وانت متخيل ان انت كل حاجه المفروض على كوكب الارض تلاقيها جوه القطر، فطبعا في كميه خدع وكميه حاجات حلوه، اخلاق لك كده سين وسينماتوجرافي كده لذيذه قوي، وبرودكشن ديزاين محترم جدا. بس فعلا المشهد اللي عجبني جدا 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 ما بقدرش انساه، مشهد الفايت اللي ما بين، او الاول فايت ما بين الناس وهي بتحاول ان هي تهرب من المكان بتاعها، وما بين الارمي في النص كده لما تقابله في النص، والارمي بقى لابس وماسك حاجات ومش عارف ايه وبيحاول ان هو يضرب. الحرب دي كانت حلوه جدا، المزيكا حلوه جدا، الاضاءه حلوه جدا، مشاهد السلو موشن، مشهد ده عبقري بمعنى كلمه عبقري، كله من اول لحظه لاخر لحظه بيفكرني بالحتت الملحميه، حاجه الصراحه كانت معموله حلوه جدا جدا. المشهد ده هو احسن مشهد في الفيلم بالنسبه لي، وبدون اي نوع من انواع المبالغه، يعني هو مشهد ايبك. ونيجي بقى لحته التمثيل اللي ما بقدرش ابقى فير فيها في وجود شخصيه معينه، الا وهي حبيبه قلبي تيلدا سوينتون. الست دي يعني انا من كتر ما هي يعني الموضوع كان عظيم جدا، انا ما عرفتهاش في الفيلم. ايوه انا ما عرفتهاش خالص، انا في شخص كده كان بيطلع على السكرين، انا اصلا ما عرفتش الشخص ده مين، انا اصلا ما كنتش اعرف ان هي بتمثل في الفيلم، وشفت الشخصيه بتاعتها من اول لحظه لحد اخر لحظه وما كنتش اعرف ان هي. الميك اب اللي معمول كان خطير جدا، انا عايز اقول لك ان هي اصلا الشخصيه دي كان المفروض تبقى راجل اصلا، بس بون جون هو لما شاف تيلدا سوينتون تقدر تعمله في الشخصيه دي يعني، فقال خلاص لا نعمل الكاركتر ده ست، عشان الست دي عظيمه جدا، فيتعمل لها كاركتر
متفصلة على مقاسها. يعني أول مونولوج بتديه في الفيلم بيست تون لحد آخر الفيلم إيه اللي ممكن يحصل والرولز عاملة إزاي. بيفكرني كده بالمونولوج بتاع الانترودكشن بتاع جون ويك في جون ويك. أنت بيجي لك سنس كده اللي هو إيه قد إيه جون ويك ده شخصية فظيعة جدا ورهيبة جدا بس من المونولوج بتاع رئيس العصابة هو بيقدمه أفضل بكتير جدا ما يوريك بأن هو بيقتل ومش عارف إيه. نفس الكلام تيلدا سوينتون بتدي مونولوج في أول فيلم بيست التون بتاع الفيلم كله إيه اللي ممكن يحصل فيه، نسبة الشدة عاملة إزاي، نسبة الحزم عاملة إزاي. مونولوج واحد بطريقة واحدة بكلام مرسل بس بتمثيل غير طبيعي من تيلدا سوينتون يعني خلى تجربة الفيلم بالنسبة لي أفضل 10 مرات. والفيلم كان بوكس أوفيس سكسس إلى حد ما، الفيلم اتكلف 39 مليون دولار وجاب 86 مليون دولار. بالنسبة لهوليوود إن أنا بجيب الضعف ده ما بيبقاش قوي يعني ما بيبقاش حاجة اللي هو بوم يعني، بس هو الفيلم ده نجح إن هو يسطر اسم بونج جون هو خلاص إن الراجل ده ممكن يعمل أفلام إنجليزي، بيعمل أفلام كوري، بيعمل أي أفلام من أي نوع من أي جنرا وبتنجح. الراجل ده ملوش فيلم سقط لحد دلوقتي يعني، الفيلم ده قبل طبعا الأوسكار بتاعته بسبع سنين، بس الناس كانت شايفة إن الراجل ده عنده أمل، عنده رؤية، عنده حتة كده مختلفة عن بقية المخرجين ونجحت في الفيلم ده الصراحة. الفيلم ده من الأفلام اللي بحبها جدا جدا جدا، بكيب ريكومندنج الفيلم ده لأصحابي وبقول لهم إن الفيلم ده يعني في فور فنديرا بس جوه قطر، فيلم عن الفساد والنظام، فيلم عن السياسة والأمل واليأس، فيه كل حاجة ممكن تشوفها بس على قطر، فيه حاجات كتير قوي 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 داخلة في بعض وأنت طول الفيلم بتشير نفس الإيموشنز مع الناس اللي بتهرب وبتحاول إن هي تعلي من نفسها وبتبقى معاهم قلبا وقالبا لحد ما بتظهر كلوز معينة في نص الفيلم بتسأل نفسك سؤال يعني هو انا كنت الفكره ده او انا مشاعري من اول فيلم هل هي غلط، هل هي صح 100%، هل لابد من التضحيه ببعض الناس عشان الباقي يعيش، هل كلنا لازم نشير في التضحيه وفي السفرنج بتاعنا ولا لابد الناس تبقى مرتاحه، هل اصلا القوه دي كلها ينفع تبقى في ايد شخص واحد، هل الخير المطلق وهل الشر مطلق، هل في الفيلم ده انت تقدر تقول تشاور على واحد وتقول ان ده شر بنسبه 100% وهل ده خير بنسبه 100%، كل الحاجات دي وكل الاختبار دي انت فعلا بتشوفها في الفيلم في حته معينه ما بتبقاش قادر تحكم هل اللي انت شايفه على الشاشه ده حاجه صح ولا حاجه غلط. الفيلم ده بيفكرني جدا بالين يانج ريليشن شيب، اللي عارف الين يانج ريليشن شيب هو اللي هو ايه الحاجه السوداء جواها الداخله في الحاجه البيضه كده وفي كونستنت موشن. كونستنت موشن دي بيقول لك ان الابيض دايما بيحاول يدخل على الاسود او الابيض او الخير بيحاول ينتصر على الشر او بينتصر على الايفل يعني، والشر اللي هو الاسود برضو بيحاول يدخل على الابيض وان هو بشكل دائم بيحاول ان هو ينتصر على الخير، بس برضو يقول لك ان في نص الحاجه الشر ال100% بيور ايفل جواها حاجة بيضة وجواها حاجة خير، وفي نص الحاجة الخير المية في المية لازم يبقى جواها حاجة شر بنسبة ما. بريكومند الفيلم ده جدا للناس اللي بتحب يعني جونرز كتيرة قوي. الفيلم ده في دراما، في ساينس فيكشن، في جريمه، في اكشن، في بوست ابوكاليبتيك، في حاجات كتير قوي قوي. الفيلم ده عباره عن جونرز كتير قوي في بعض وهو ممتع جدا الصراحه، واحنا دايما بندي كريدت للفيلم ده عشان خاطر القصه بتاعته، بس انا بقول لك ان حقيقي في حاجات كتير قوي احلى من القصه يعني. القصه حلوه والسكريبت حلو بس السينماتوجرافي حلو والمزيكا حلوه وفي الكوريوجرافي بتاع الفايت سينز والاضاءه وحاجات كتير قوي في الفيلم حلوه. سنوبيرسر احد افلامي المفضله وتقييمي ليه هو 8 من 10. حقيقي الفيلم ده مش ذوق كل الناس يعني، انا متخيل ان في بعض الناس هتشوف الفيلم ده فيلم عادي جدا وان هما مش هيبقى عاجبهم النوع ده من الافلام، والناس بشكل عام اللي بيحبوا الافلام البسيطه اللي انت ما تقعدش تفكر في القصه بتاعتها والمخرج قصده ايه والكاتب قصده ايه في خلال الفيلم ولا حتى بعد الفيلم، الفيلم ده مش ذوقك ومش هيعجبك ويعني ابعد عنه لانه هو مش هيبقى ستايلك. الفيلم ده فيه معاني كتير جدا وفيه لايرز كتير جدا جدا من الفهم، وفي كل مره هتشوفه هيتفتح لك كده حته جديده المخرج او الكاتب بيحاول ان هو يوصلها لك عن السوسايتي بتاعك ماشي ازاي وعن الخير والشر اللي موجودين جوه البني ادم ممكن يكونوا عاملين ازاي. حقيقي فيلم رائع جدا في الحته دي وفي حاجات كتير يعني في اليمنتس كتير قوي فيها كواليتي يعني. سيبك من ان القصه ساعات نقول القصه حلوه بس الاكسكيوشن وحش، لا ده كل حاجه حلوه الاكسكيوشن والقصه وكل حاجه. واكتر حته بحبها في الفيلم ده في السكريبت هي حته من المونولوج اللي انا كنت بتكلم عليه بتاع تيلدا سوينتون، would you wear a shoe in your head of course you wouldn't wear a shoe in your head a shoe doesn't belong to your head a shoe belongs to your foot a hat belongs to your head I'm a hat, you're a shoe. ولو وصلت لحد هنا يبقى انت وصلت لاخر الفيديو، شكرا جدا ليك. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشير وسبسكرايب، لسه قدامك افلام كتير محتار تشوف اني واحد، خليك معايا وانا اقول لك. اشوفكم الحلقه الجايه من اشوف ايه. سلام.